وإلى وزارة الداخلية، تمكنت الأجهزة الأمنية عقب تقنين الإجراءات وبالاستعانة بالتقنيات الحديثة من غلق 3 حسابات بسبب نشرها مشاركات تحريضية لارتكاب أعمال تخريبية ضد المؤسسات والمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي. ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 11 متهما لارتكابهم عددا من وقائع الابتزاز المادي والنصب على المواطنين بعدد من مديريات الأمن عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع. يأتي ذلك بإشراف اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية في إطار الجهود الأمنية التي تبذلها كافة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما الجرائم المتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة ومتابعة الصفحات التحريضية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وأيضا مكافحة جرائم الابتزاز المادي والنصب على المواطنين.